هاي، هنتكلم النهاردة عن rule governed behavior. كلنا أو أغلبنا متخيلين إن الـ ABA بيشكل البيئة علشان السلوك يتغير. يعني احنا لو عايزين طفل يعمل حاجة معينة بنغير البيئة اللي حواليه، بإن احنا بنزود مكافأة بعد السلوك أو بنعمل حاجة تخليه يعمل السلوك فنديله مكافأة. ساعات قليلة جدا بنستعمل العقاب عشان نقلل السلوكيات أو بنستعمل إطفاء. بس برضو في حاجة في الـ ABA اسمها Rule Governed Behavior. الـ Rule Governed Behavior مش محتاج إن احنا نشكل البيئة. في سلوكيات كتير بنعملها، ولو فكرتوا فيها مش لازم إن بعديها نبقى في مكافأة. ممكن يبقى في مكافأة مش بعديها على طول، بس حاجة تكون بتحصل في المستقبل أو حاجة بتحمينا من حاجة تانية. يعني مثلا الـ Rule Governed Behavior ممكن يكون لبس الماسك. احنا مش ممكن نكون احنا نفسنا تعدينا او حد من قريبين مننا تعدى او عي، لكن مجرد ان احنا سمعنا ان احنا لو لبسنا الماسك دي حاجة هتكون يعني كويسة لينا ومش هتضرنا وهتحمينا بنلبسه. ده اسمه rule governed behavior، ان في rule محطوط وانت بتمشي عليه عشان عارف انه هيحميك من حاجة. مش لازم تكون في مكافأة بعدي. طبعا انت تفضل كويس وهيلثي دي حاجة تعتبر مكافأة، وده الطريقة اللي انت بتفكر بيها، لكن هي مش حاجة حد بيجي يديها لك بعد السلوك. يعني محدش بعد ما بيشوفك لابس ماسك بيقولك برافو عليك خد كاندي مثلا. ففي رول جوفرن بيهيفيرز كتير قوي في حياتنا بنعملها. فعايزة افهمكم يعني ان الـ ABA مش بس بيغير في البيئة عشان يساعد ناس او اشخاص او اطفال، ان احنا ممكن نستعمل rule governed behaviors عشان نغير سلوكيات ناس. مثلا سلوك ان انت تبص يمين وشمال قبل ما تعدي. ممكن تكون انت يعني عمرك ما اتخبطت بعربية او شفت حد بيتخبط بعربية، لكن انت عارف ان دي حاجة ممكن تحصل، وان انت تبص يمينك وشمالك وتاخد بالك وانت بتعدي هتحميك من احتمال الحوادث. فدي حاجة انت بتعملها، ده سلوك انت بتعمله، مش شرط يكون حصل لك قبل كده حاجة تخليك تعمل السلوك ده، أو مش شرط يكون حد كافئك قبل كده عشان عملته. ففي سلوكات rule governed behaviors كتيرة جدا بتحمينا وبتخلينا safe. فكرة انت ما تلبسش النار، ممكن تكون انت ما اتلسعتش قبل كده، أو يعني احنا دايما بنقول لأطفالنا ما تلمسوش النار عشان سخنة. مش لازم يكون الطفل اتلسع قبل كده عشان يسمع الكلام. طبعا ساعات بتبقى صعبة على الطفل ان هو يستوعب اللي احنا بنقوله، لكن كناس كبيرة احنا مش لازم نكون ضارينا بالنار يعني ضرر جامد عشان نسمع الكلام. ف دي كلها rule governed behaviors. محدش بيغير في ال environment اللي حوالينا يعني immediately. التغيير بيجي بعد كده، او مجرد ان هو بيحمينا من حاجة دي مكافأة لينا. ليه بقولكم الموضوع rule governed behavior؟ لأن احنا بنستعمله في ال contracts مثلا مع الأطفال اللي هم في سن المراهقة اللي بيبقوا محتاجين إرشاد. ممكن ال candy أو المكافأة والحاجات اللي هي immediate دي ما يعني ما يبقوش عايزينها، عايزين يعملوا حاجات تانية. فلما بنعمل contracts معاهم، ال contracts أو العقد ده ممكن يكون حاجة هنعملها كمان شهر. لو انت مثلا ذاكرت أو ساعة في اليوم، ده سلوك، وتقعد ساعة تقرا حاجة عشان تنجح في الامتحان، عشان لو نجحت في الامتحان كمان شهر هيجيلك الحاجة اللي انت عايزها. ده يعني هو rule governed behavior، بس برضو مش rule governed لأنه هو مستني مكافأة. لكن ان هو يعمل كل يوم ساعة، بعد الساعة دي مفيش مكافأة immediately بعديها، فده rule governed behavior لأنه عارف ان هو مش بياخد مكافأة بعد كل حاجة، لكن في ال long term هيجيله المكافأة دي. فال rule governed behavior سلوكيات بنعملها بنستعملها، طبعا الشخص اللي بيعملها او اللي بيمشي وراها بيبقى شخص واعي قادر ان هو يستوعب، فاهم الخطر مش من الخطر، فاهم ازاي to stay safe. فعشان كده بتبقى صعبة شوية مع الأطفال عندهم تأخر أو عندهم توحد لو مش مستوعبين الموقف. بنضطر إن احنا ناخد بالنا عشان نخليهم safe، وبنضطر يمكن في حاجات قليلة قوي زي مثلا متمسكش حاجة سخنة، ما تعديش الشارع من غير ما تبص، نديهم مكافأة immediately في ساعتها عشان بعد كده تقوي السلوك عندهم ويعملوه. بس طبعا الـ ABA زي ما احنا عارفين مش بنستعمله بس مع الناس اللي عندهم تأخر. ده ممكن تبقى طريقة تربية، ممكن تبقى طريقة يعني
علاج نستعملها علشان نخلي ناس تبقى سيف اكتر، زي مثلا لبس الماسك. كل ما بنتكلم عن الضرورة بتاعته او ازاي ان الناس ممكن يحصلها مشاكل لو ما لبستوش، بنلاقي ناس اكتر لبسته، او يعني that's what we hope for. ف rule government behavior حاجة مهمة جدا برضو في الـ ABA، بإن احنا نوعي الناس ونخليها سيف، ونفهمها ان في مكافأة ممكن ما تبقاش من حد تاني socially mediated، بس هتخليك انت سيف وكويس. وبندي طبعا الـ examples اللي انا قلتها دي عشان الناس كلها يعني بتحافظ على حياتها، بانها بتبص وهي بتعدي، الناس كلها بتخلي بالها ما بتمسكش حاجات سخنة، عشان ال punishment اللي بتيجي بعديها هي الواحد بيتلسع. لكن مش لازم يكون حد حصل له الحاجات دي عشان يمشي وراه. فلو ال client بتاعك او الشخص انت شغال معاه قادر ان هو يستوعب حاجة زي كده، هتبقى يمكن ابسط ليه انه انت تشرح له ال outcomes بتاعت السلوك. ممكن طبعا تدي مكافأة وكل حاجة، لكن هو قادر يستوعب من غير reinforcement، يعني immediate reinforcement هتبقى أحسن له، وهتبقى كمان practical أكتر لي في حياته العملية outside، من غير ما أنت تبقى موجود، لأن الناس مش هتعرف تكافئه على حاجة فيها يعني safety وفيها حاجة هو محتاجها عشان يعيش حياة أفضل. مش كل حاجة لازم يبقى فيها مكافأة لو الشخص اللي قدامنا قادر ان هو يستوعب ويفهم ويمشي ورا الرول. عشان كده اسمه rule govern behavior، ان هو بيسمع الرول وبيمشي وراه، عشان برضو سمع ان الرول ده هيخليه سيف، او هي في long run هيبقى متكافئ بانه ما حصلوش punishment او ما حصلوش تعب. يعني thank you so much, bye.